طب اخد الاستاذ احمد مرتضى منصور عضو مجلس اداره نادي الزمالك، واللي كان دور ليه دور كبير حقيقه واللي دايما بنشيد بيه هنا، كان ليه دور كبير جدا جدا في مجلس اداره هذا الموسم مع باقي اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك طبعا تحت قياده المستشار مرتضى منصور، في ان نادي الزمالك فيه استقرار اداري كبير جدا جدا في هذه المرحله. استاذ احمد مساء الخير. مساء النور، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله كله يعني تمام. يعني عايز اقول هارد لك لمباراه ليوبارتس، ولكن كانت الظروف صعبه والملعب صعب جدا جدا، والحقيقه الظروف اللي بيعاني منها الفرقه المصريه في افريقيا يعني بتبقى واضحه لكل الناس. لا حقيقي يعني بصراحه، وبالذات بعد الدوري كان عندنا ظروف مباراه انبي، فالمباريات اتضغطت قوي. اعتقد ان اللعيبه عامله مجهود سواء اهلي او زمالك او اي فرقه عاملة مجهود جبار عشان تقدر تلعب ماتشات كل 3 أيام. دي حقيقة. كمان سوء أرضية الملعب كمان بالإضافة للمجهود الكبير اللي بذلوه خلال الموسم، سوء أرضية الملعب كمان أكيد فرقت مع لاعبي نادي الزمالك في المباراة دي. بالظبط كده، لكن يعني في الأول وفي الآخر دي مباراة، مش عايزين يعني طبعا يعني تخسر مباراة طبعا طبيعي. فأعتقد يعني يكفي إن الزمالك ما زال الأول، دي الحقيقه، ونادي الزمالك ما زال متصدر والحمد لله فرصته كبيره جدا جدا ان شاء الله في الوصول لنصف نهائي هذه البطوله ان شاء الله. استاذ احمد يعني عايز اعرف من حقيقه ونطمن جمهور نادي الزمالك كده على مش عايز اقول المشكله الموجوده، ولكن يعني الصفقه او التعاقد مع مستر فريرا. يعني بعض المواقع كاتبه النهارده انه يعني معترض وانه عايز 3 شهور في تعاقده كشرط جزائي، وموقف نادي الزمالك من هذا الموضوع. بص حضرتك، هو الراجل احنا يعني تواصلت معاه لاتفاق نهائي خلاص، المفروض احنا هنوقع بكره او بعد ان شاء الله. فلكن يعني هو بس انا برضه عايز اصمم الجمهور ان معظم اللي ما يكتب على المواقع بيبقى اشاعات، ودي حاجه عشان كده انا بحب اكلمك، لان او بكلم المصدر المسؤول مباشره عشان ناخد تفاصيل ونطمن الناس. يعني انتوا برنامج محترم يعني، ربنا يخليك استاذ احمد. يعني مش عايزين ننسى ان الزمالك بطل طبعا، دي مش عايزين ننسى ان البطل دايما هيتضرب، ومتوقع ان هو يتضرب الفتره الجايه اكتر والضرب يزيد عليه لمحاوله ان هم يوقعوا. فانا عايز الناس تطمن، ان الزمالك كمان مش قائم على فريرة بس او قائم على لعيب، دي منظومه على اداره فقط، دي منظومه طبعا. كامله طبعا. مجلس إدارة عامل حسابه لأي ظرف طارئ، لكن فيرا خلاص اتفق معانا، واحنا ان شاء الله في سبيلنا للتوقيع. يعني العقود انا معايا نسخه منها، يعني العقود النهائيه. طب حقيقه الشرط الجزائي يا استاذ احمد؟ لا يعني هو عقد الاولاني كان فيه شرط جزائي، فاحنا كان تعليمات استاذ مرتضى لما نجدد بنفس الشروط. تمام. لكن هو طلب زياده شويه في الشرط الجزائي 3 شهور تقريبا. لا 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 بالعكس، هي نفس اللي هو كان في العقد القديم هو عايز يحطه في العقد. ودي كانت تعليمات المجلس الاداره عندنا. كانت شهرين يا استاذ احمد ولا كان شهر واحد؟ كانوا بقيه التعاقد، يعني لو انا مثلا مشيته بعد شهرين ادفع 4 اشهر، لو مشيته بعد 3 ادفع 3. تمام. بس العقد الاولاني كان مدته 6 اشهر، فكانت الفتره قليله شويه. لكن طبعا انا ماسك التفاوض معاه، فبحاول اوصل لاقل حاجه ممكنه، لان انا مش ممكن يعني نادي الزمالك ده المفروض انا متحمل مسؤوليه نادي الزمالك وانا ومجلس الاداره، فبنحاول نوصل لافضل شروط ممكنه ان احنا ما ناذيش نادي الزمالك. هو راجل قاعد معانا ومكمل، وحتى لو خسر ماتش واثنين هيكمل برضه، مش احنا مش بنتعامل بالقطع بالماتش. لكن هو راجل احنا كان المبدا عندنا ان احنا نجدد بنفس الشروط، فالحته اتحطت في العقد، لكن انا بحاول انزلها ان هي تبقى افضل شروط لنادي الزمالك، وان شاء الله هيحصل يعني. يعني الحقيقه انا لسه قايل قبل حضرتك ما تكون معايا انه نادي الزمالك هيصل في النهايه في التفاوض مع مستر فريرا للاتفاق، لانه الراجل حابب يقعد ومجلس اداره كمان مقتنع بامكانيات الراجل وبيوفر له كل سبل الراحه يعني. يعني في النهايه بالزبط. اذا كانت شهرين او 3 ان شاء الله هتصل للاتفاق مع مستر فريرا في النهايه. بالظبط ان شاء الله، فما فيش مشكله، مش لازم الناس تمسك في الحتت دي بقى. طيب انا عايز اسالك على نقطتين معلش، يعني عارف انك صريح معايا جدا. شيكابالا لماذا تم التراجع عن التعاقد معي؟
مبلغ خلال ما تم كبير الاستفاضه ولا عن التعاقد عنه. يعني انا يعني انا عندي في الوقت ده مهمتين اهو هعلنهم للناس كمجلس اداره. يعني تمام. انا بقول انا يعني مجلس اداره مش انا طبعا كممثل لمجلس اداره طبعا. عندي نقطه ان عندي عقد اللبس بتاع نادي الزمالك انتهى اللي هو مع الشركه الالمانيه. فبحاول انا مش هقول اسمها عشان بقى ما اعملهاش دعايه. تمام. فبحاول ان انا ادور على عقد جديد يكون فيه مميزات لنادي الزمالك افضل. ده التارجت بتاعنا الايام دي. والنقطه الثانيه اللي بنحاول نخلصها اللي هي اللعيبه اللي استغنينا عنهم بنحاول نجيب فيهم اكبر مبالغ ممكنه. تمام. والنقطه الثالثه اللي هي موضوع شيكابالا باعتباره احنا نقف جنبه باعتباره ابن من ابناء النادي. وده نهج نادي الزمالك بيتبعه من اول ما نادي الزمالك اتعمل. تمام. مش انا كمجلس اداره بس اللي عامل كده، ده كل الـ يعني كل الـ يعني نادي الزمالك دي نسته ان هو بيقف جنب ولاده. دي حقيقة. يعني احنا بنحاول طبعا القايمة زي ما الناس عارفة كلها القايمة اتقفلت. يعني 24 خلاص مش كده؟ 24 لاعب اعتقد و 25 لاعب. 25 لاعب تمام. كان اخر لاعب حمودي. فبنحاول يعني نشوف مخرج لشيكابالا. وانا بتكلم مع نادي سبورتنج النهارده، كنت بتكلم في نادي سبورتنج ان رئيس النادي شخصيا كنت بتكلم معاه ان يعني شيكابالا يجي 6 أشهر في مصر ان احنا نستعيره منهم. ويلعب 6 أشهر في مصر لنادي تاني احنا نعيره للنادي التاني ده. وان شاء الله مستواه ده ده بالتنسيق مع نادي الاسماعيلي، والنادي الاسماعيلي ماشي في خط الواحده يا استاذ احمد. يعني احنا هو شيكابالا معانا خلاص، وما فيش نادي هيقدر يحصل على شيكابالا لان شيكابالا متمسك بنادي الزمالك، ونادي الزمالك بيحاول ان هو يحل مشكله شيكابالا. فشيكابالا هيخرج عن طريق نادي الزمالك ان شاء الله. طيب هنوديه للاسماعيلي لو هو دي رغبته. يعني يعني الخطوه اللي ماشي فيها نادي الاسماعيلي دلوقتي ومحاوله انهاء الصفقه دي بالتنسيق يعني مع حضرتك ومجلس اداره. الاسماعيلي بعت عرض متسيد. الاسماعيلي بعت عرض النهارده تقريبا ناس 100,000 دولار. منفرد 100,000 دولار. عاره ولا ايه؟ عاره. طب كويس، يعني شبه العرض اللي انا بعته. انا بالفعل عرض مبلغ 150,000 دولار اعاره. بنيه البيع مقابل 500,000 دولار السنه الجايه. يعني لو ان شاء الله هنشتريه السنه الجايه ادفع المبلغ ده. عودة شيكابالا هتضطر نادي الزمالك يعير احد اللاعبين استاذ احمد. يعني في كلام انه في عرض من اهلي جده لابراهيم صلاح، ممكن التفريط في ابراهيم صلاح وممكن دويدار ممكن طلبه، ولا يعني التفكير ده بعيد شويه؟ بص حضرتك، هو ما فيش لعيب السنه دي هيعار خلاص او هيمشي. ال 25 هيفضلوا يلعبوا في نادي الزمالك، ويمكن عمر جابر في عرض فرنسي جاله. وعمر حتى قال لهم لا انا عايز اخد دوري ان شاء الله السنه الجايه وابقى اجي لكم ان شاء الله. يعني كل العروض المقدمه لعمر جابر ابراهيم صلاح سليمه، ولكن خلاص نادي الزمالك رفض واللاعبين كمان. يعني افضل لعيبه في مصر، فاكيد مش لابراهيم صلاح بس وعمر جابر، اكيد ال 25 لاعب هيجي لهم عروض. لكن بصراحه هم لعيبه محترمين، وبالتنسيق مع النادي قرروا استبعاد كل العروض للسنه الجايه ان شاء الله. لان نادي الزمالك عنده طموح يحصل على بطوله الدوري السنه الجايه وكاس مصر والسوبر و المنافسه على كل البطولات، وده حق مشروع طبعا نادي الزمالك بالظبط. فان شاء الله يعني فاحنا قافلين باب الاعراض او الاستثناء عن اي لاعب لحين ان شاء الله انتهاء الموسم القادم ان شاء الله. استاذ احمد انا بشكرك وبتمنى لكم التوفيق ان شاء الله الفتره اللي جايه. استاذ احمد مرتضى منصور طبعا عضو مجلس اداره نادي الزمالك، وضح لنا كل الامور. يمكن من خلال مكالمتنا مع الاستاذ احمد وضح ان في خلاص يعني في عرض مقدم من الاسماعيلي منفرد 100,000 دولار لشيكابالا، ونادي الزمالك كمان بيسعى لده، وممكن يبقى في اعاره لاحد اللاعبين اللي ممكن يتم الاستغناء عنهم في الموسم اللي جاي. هنشوف ده هيتم في خلال الساعات القليله اللي جايه. عمرو السوليه خلاص في الشعب الاماراتي، وان شاء الله نحاول نعمل مداخله مع عمرو او مع العميد محمد سعود او كابتن طارق العاشر طبعا المدير الفني لنادي الشعب الاماراتي، نتعرف اكتر على تفاصيل التعاقد في الفتره اللي جايه لعمرو السوليه اللي كان صفقه كبيره جدا جدا وكلام كتير جدا عليها من النادي الاهلي ومن نادي الزمالك الفتره الجايه. خليني اطلع على فاصل واستقبل فيه ضيوفي نقادنا الرياضيين الكبار طبعا كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كوره، ومحمد يحيى نائب رئيس تحرير موقع الوطن. وفي الفصل ده هنشوف تقرير عن مؤسسة ساتوك واللي بتستضيف طبعا مونديال الأيتام في الفترة من
30 للفتره اللي جايه دي 30 ل 3 تقريبا او 2 سبتمبر 30 اغسطس 2 سبتمبر وهيتم استضافه كل المنتخبات يمكن هتصل 27 المنتخبات المشاركه لثمان منتخبات و28 هيصل سفراء المونديال النجوم العرب الحالي اللي اتكلمنا عليهم الفتره اللي فاتت بشكل كبير كان في زياره لبعض النجوم طبعا كابتن حسن شحاته كابتن احمد حسن كابتن احمد الكاس في معسكر المنتخب مصر وسوريا الجاهز او اللي بيجهزوا نفسهم فيه للمونديال هنشوفه في فاصل ونستقبل ضيوفي الاعزاء بعد الفاصل.